عيني تبوح بموكب من أمنيات ورؤايا تسكب في يدي وهج الحياة يا رب أنت وهبتني حلو الهبات ساحوك آمالي ذرا بيد وذات يا همسة في الروح يا بروح البنات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أيتها الفتيات المقتصدات، أيها الإخوة والأخوات، مرحبا بكم جميعا في حلقة خاصة عن عصب الحياة، المال. كيف نتعامل معه وهو مما حبب إلينا ونحتاجه؟ كيف نستديمه لأنه يمثل الزاد والمأوى والتعليم والترفيه ونحو ذلك؟ كل شيء في عالم اليوم أصبح بالمال، إلا قليلا مما تحصنون. أن أمتلك المال فهذا يغنيني عن الناس وأحقق به على الأقل كفافا لا علي ولا لي. بالمال أتصدق، بالمال أزكي، بالمال أحج، بالمال أصل رحمي. ويمكن أن ينقلب المال عدوا لدودا وشجاعا أقرع ونارا تتلظى. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. ونعم المال الصالح في يد العبد الصالح والأمة الصالحة، مع المال في كل حالاته ومع بوح البنات. يا همسة في الروح يا بوح البنات. بعضهن يسرفن دون ما تبكين، يضعن ما لهن في غير موضعه، ويتمنين أن يكن الأفضل بظاهرهن فقط، يتباهين بما آتاهن الله من فضله ليشتروا بالبذخ، متناسيات إن الله لا يحب المسرفين. وبعضهن نقيض للمسرفات، إذ تبخل على نفسها تحرمها خشية زوال المال، متناسية وأما بنعمة ربك فحدث. وأخريات هن النموذج الذي يتبع، إذ يصرفن بقدر حاجتهن فقط، يملأن حياتهن بالرضا والاعتدال، يؤمن أن التميز بالجوهر لا بالمظهر، فيأخذن ما تشتهيه النفس البشرية فقط لكن بلا عشوائية، يقدرن نعمة الله، يدركن أن ما لهن ليس لهن في الحقيقة، وأن لإخوتهن أصحاب الحاجة حق، فتجدهن ينفقن مما يحببن، فبوركت حياتهن وزار الفرح أيامهن، وكان لطف الله معهن في كل شيء. جاهدوا قلوبكن، أبعدوها عن الدنيا، لا تجعلوا طمع الحياة يأكل منها، لا تجعلوا مشروعكن الأكبر كيف أمتلك المادة لأوظفها كيفما أشتهي. وجربوا شعور العطاء، جربوا الاكتفاء والرضا، إن كن بالبساطة تعظن بأعين الناس، وكلما كنتن حقيقيات بواقعكن دون ما تصنع بأزيائكن كنتن أقرب للمجتمع وأكثر أثرا. يا همسة في الروح يا بروح البنات. فريق فجر التطوعي البناتي الذي يتبع للمكتب التعاوني للدعوة لإرشاد وتوعية الجاليات بالعيص، استطاعوا بالفعل أن يطلقوها كلمة تهز وجدان كل إنسان، كفاف. وكفاف معناها في العربية هو العيش بلا زيادة ولا نقصان، يعني بما يكفي الإنسان فقط. وهذه الحياة هي حياة الزهد، لا نطالب الناس كلهم بها دون شك، لكن الذي يصل إلى هذه الحال لأي ظرف من الظروف فإننا نقول له نهنئك، لأن كثيرا بل ملايين الملايين في العالم لا يجدون حتى بعض قوت يومهم. مما نعرف أننا الآن نعيش في زمن تحاول الأمم المتحدة وعدد كثير من الدول التي تسعى إلى إغناء الشعوب أن تقلل من
نسبة الجياع في الأرض والفقراء الذين لا يمتلكون إلا كما يقال دولار واحد في اليوم، ولكن كثير من الكوارث والحروب تحيل الملايين في فترة قصيرة جدا إلى أقل من عيشة الكفاف. إذن كل واحد منا لو لم يملك إلا الكفاف فهو أفضل من مئات الملايين الذين لا يجدون هذا الكفاف. شكرا لفريق فجر التطوعي بطل مسابقة بوح البنات الكبرى التي ترعاها مؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية على اختيارهم هذا الموضوع، وأيضا أطلقوا ومنذ اليوم الأول بل قبله حتى بيوم لأسبوعهم المخصص لهم هذا الاستطلاع. الاستطلاع سأل سؤالا كبيرا جدا ومهما، وهو ما أكبر المصاعب المالية التي تحول بينك وبين تحقيق أهدافك؟ وهذا السؤال استثار أكثر من 5700 مشارك إلى هذه اللحظة. 5711 مشارك ومشاركة أجابوا عن هذا السؤال، ولم نصل إلى هذا العدد أبدا من قبل في الاستطلاعات السابقة بل ولا إلى نصفه. واضح جدا أن هذا السؤال مهم للغاية للجميع، ولذلك استطاع بالفعل أن ينال اهتمام الناس. معنا الآن الاستطلاع على الشاشة، هذا الاستطلاع طرح 4 خيارات: كثرة المصروفات، محدودية الدخل، الإسراف في تتبع الموضات، سوء التخطيط المالي. فجاءت الإجابات: كثرة المصروفات 18%، 18%، محدودية الدخل 49% أو 48%، الإسراف بتتبع الموضات 6% فقط، سوء التخطيط المالي وصل إلى 28%. وأنا أعد دون شك أن هذا الذي بين أيدينا الاستطلاع، ونتائج الاستطلاع تشير بوضوح إلى أن هناك وعياً كبيراً بالهدر المالي وأسبابه. ولذلك سأخذ 2 أو 3 دقائق لتحليل هذه الأرقام أو محاولة تحليل هذه الأرقام. الرقم الأول، إذا قلنا أن هناك 18، يمكن يختلف رقم لا بأس، 18 كثرة المصروفات، هذه القضية لم أفهمها إلا من رجال الأعمال الذين يسمون مليونيرات أو ملياديرات أحياناً، وقد عاشرناهم من خلال البرامج التي تقدم ويقومون جزاهم الله كل خير بدعمها في المؤسسات الخيرية المختلفة. كثيرا ما يوصوننا في برامجنا بتقليل المصروفات، ويقولون إن أي إنسان بلغ مبلغا كبيرا في المال هو يحرص حرصا شديدا على تقليل المصروفات. وقد ذكر الشيخ بدر الراجحي، بدر بن الشيخ محمد بن عبد العزيز الراجحي، والشيخ بدر كما نعلم أن الشيخ بدر هو رجل صاحب ما شاء الله ملك عظيم جدا، نسأل الله يبارك له فيه، نماه بعد أن ورثه، ووالده كان ملياديرا. هذا الرجل يقول أن أبانا في داخل البيت يأتي ويعاتبنا في أي إضاءة لم نغلقها أو مكيف تركناه مفتوحا، وفي نفس اللحظة وبعد أقل من دقيقة أو دقيقة يطرق الباب شخص ويقف على الباب مع والدي ويقول له إن عندنا مسجد يحتاج إلى كذا وكذا بقيمة 100,000. لا يتردد والدي أن يخرج دفتر الشيكات ويكتب له 100,000، فيقول أنا أحملق أضع يدي على رأسي، ما الذي حدث؟ قبل قليل الوالد يقول أغلق المكيف لأن لا حاجة لكم فيه، والآن يتصدق ب 100,000 ريال. لكنه عرف أكيد بعد أن كبر وأصبح الآن من أكبر رجال الأعمال المحسنين جزاه الله كل خير، أن ما كان يقوم به والده هو عين الصواب. قلل المصروفات سيكون عندك هذه 100,000 وأكثر لتتصدق بها وتستثمرها سواء في الدنيا أو في الآخرة. النقطة الثانية عندنا 49% محدودية الدخل، وهذه القضية يعني هي فيها شكوى أكثر منها حقيقة. الحقيقة أن حتى القليل من المال يمكن تنميته، ولكن إذا بقينا على أن دائما نتكلم عن أن والله قليل دخلنا قليل دخلنا قليل ثم لا نتحرك لنعدل من واقعنا، فإننا حتى ولو كان عندنا مال كثير فلن نستطيع أن نديره بشكل جيد. ولذلك أيضا أعجبني في الإجابات أن سوء التخطيط المالي
وإحنا نسميها قلة الدبرة يعني بالعاميتنا، أن 27% تقريباً أو 28% يعود إلى سوء التخطيط المالي، وهذا في الحقيقة من أبرز وأهم عناصر هدر المال وعدم الوصول إلى الكفاف أو الغنى. حتى ولو كان عندي مال كثير، إذا لم أستطع أن أديره بشكل جيد ففي النهاية أنا لن أستفيد شيئاً. هناك تمرين بسيط يطرحونه، لو أن شخصاً جاء وأعطاك 1,000,000 ريال، ماذا ستصنع به؟ الله، 1,000,000؟ بروح أشتري سيارة، إيه والله جميل، بروح أشتري لي بيت، بروح أشتري. فيفرق المليون وهو واقف هكذا، ثم يجلس بعد ذلك أيضاً ليس لديه مال، يعني يعود إلى نقطة الصفر. بينما الطريقة الصحيحة أن يمكن 70-80% يستثمر، و30% يمكن أن توسع على نفسك بهذا المال حتى يكون هذا الاستثمار استدامة لك ولأهلك ولمن تعول. بقيت فقط 6% الإسراف في تتبع الموضات، وأنا أعيد هذا الأمر أيضا إلى وعي بناتنا، وإن شاء الله أن 6% هذه طبعا بالنسبة 5,000 وزيادة كثير، لكن هذا رأيهن وليس أنهن يقمن بذلك. دائما أثق ثقة كبيرة في جمهور بوح البنات أن بناتنا واعيات جدا ويعرفن، كما يقول بدر الراجحي أيضا، أن الماركات خدعة التجار الأذكياء التي بها استطاعوا أن يأخذوا مال الأغنياء. الآن نعود مرة أخرى لنأخذ هذا الفيديو. عندنا فيديو شخصية كفاف، وأيضا أبدع فريق فجر التطوعي حين اختاروا لهذه القضية بالذات هذه الشخصية. يا همزة في الروح يا بروح البنات. شخصية كفاف هو الشيخ سليمان بن عبد العزيز الراجحي، أحد أشهر رجال الأعمال في المملكة العربية السعودية. نشأ فقيراً وبدأ في تجميع ثروته من الصفر إلى مستويات عالمية. كان للشيخ طموح عال في التجارة، فلم يكتفي بالأعمال المصرفية بل اتجه إلى قطاع الدواجن. بلغت خسائره نحو 1,000,000,000 ريال حين التزم بالذبح وفق الشريعة الإسلامية، لأن المهم عنده هو الالتزام بتعاليم الدين وعدم غش الناس. فأصبح مشروعه غير ربحي، فبدأت تتقلص الخسائر حتى تلاشت تماماً، وأصبح المشروع الأكبر على مستوى العالم. ومن ثم اتجه إلى المشاريع الزراعية على أن تكون طبيعية 100% دون أي تدخلات كيميائية، فحصل زيت الزيتون حينها على المركز الأول عالمياً. ثم اتجه الشيخ إلى إنشاء مزارع الروبيان، فواجهته مشكلة وهي كيفية التخلص من فضلات الروبيان، فابتكر فكرة رائعة لتطبقها عدة مزارع. كان يقول: أنا أول من يأتي إلى مكان العمل وآخر من يخرج منه. وحين أسس مؤسسة الراجحي كان يأتي قبل الموظفين بساعتين حتى كون صروحه. ومن باب رد الجميل لبلدته الصغيرة البكيرية أنشأ بها كليات والعديد من المساجد، ويعد جامع الراجحي بالرياض أكبر الجوامع بالعالم بعد الحرمين الشريفين. عرف عن الشيخ ميله الدائم للعمل الخيري منذ الصغر، فكان يحمل الزكوات بنفسه ويوزعها على البيوت في شبابه، وجهد نفسه وطبيعة حب المال المتأصلة لدى البشر. فتوج هذا العطاء بأن أوقف ثلثي ثروته حال حياته للمشاريع الخيرية، فقال: وصلت لمرحلة الصفر مرتين في حياتي، إلا أن وصولي هذه المرة كان بمحض إرادتي. وكأنه يطبق مقولة عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ليتني أخرج منها كفافا لا لي ولا علي. همزة في الروح يا بروح البنات. بالفعل الشيخ سليمان بن عبد العزيز الراجحي حفظه الله ورعاه وتقبل منه هذا العطاء الثر الكبير.
هذا الرجل يعيش حياة زاهدة مع أنه يمتلك المليارات، أما الآن فالشيخ سليمان لا يملك شيئا. نعم لا يملك شيئا، هو الذي قال أني وصلت إلى مرحلة الصفر هذه المرة بمحض إرادتي. إذا أردتم أن تعرفوا كيف وصل الشيخ سليمان راجحي إلى مرحلة الصفر مرتين قبل ذلك ثم نهض من جديد، فاسمعوا أشرطة هذه قصة حياتي التي تقابل فيها معه المدرب محمد العلي، وتباع بثمن زهيد في جريدة في جرير أو مكتبة جرير. كذلك يمكن أن تقرأ كتابا كتبه الشيخ سليمان بنفسه أيضا عن نفسه وسجل فيه تجربته، وهناك أيضا كتاب خاص آخر كتب عن الشيخ سليمان. ادخلوا على اليوتيوب واسمعوا قصة الشيخ سليمان أيضا وأنتم تشاهدونه، وهو يتحدث أكثر ما يتحدث عن قضية الكفاف هذه. هذا الرجل ملياردير ولكنه لا يركب الدرجة الأولى، فهو يقول الذين في الدرجة الأولى والدرجة الثانية يصلون في وقت واحد. هذا الرجل عاش هذه العيشة وكون هذه الثروة، لعلمكم أنه أوقف في يوم واحد حوالي 70 مليار، يمكن أكثر، وبارك الله له وأعاد إليه سبحانه وتعالى أيضا حتى الأموال التي خصصها لأولاده، وهذا من حقهم طبعا، لكن أعاد الله له مثلها وأضافها على الوقف. الآن وقف الشيخ من أكبر الأوقاف، هو السادس من أسخياء العالم في إحصائية عالمية، لكن عندنا الشيخ سليمان هو الأول في العالم، لأنهم لا يعلمون كل ما يخرج، فهو حريص أيضا جزاه الله كل خير على أن يكون ما ينفق بينه وبين الله سبحانه وتعالى. جلس مع هذا الرجل أكثر من مرة، كان يقول حينما نعطي الناس لا ننتظر منهم حتى الدعاء، فأذهلتني هذه الكلمة، فعدت فوجدت أيضا أن الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يعد الدعاء إذا طلب كأنه جزاء يعني لهذا العمل. إنما الإنسان يريد وجه الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل لا يضيع عمل عامل. كثيرا ما يتحدث الشيخ سليمان عن قضية كفاف، وسأؤجلها بعد أن نستمع من الأستاذة إيمان فلاتة، وهي خبيرة ومستشارة مشاريع صغيرة ومتوسطة ومنظمات تنموية. السلام عليكم أستاذة إيمان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مساءكم طيب. مرحبا بك وشكرا لك على أن ستهدينا إن شاء الله خبرتك في هذا المجال. الموارد المهدرة في حياتنا كثيرة، نأمل أن تتحدثي عنها في ضوء أيضا حياة البنات إذا تكرمتي. السلام عليكم وشكرا للاستضافة. لما نتكلم عن إحنا كمجتمع سعودي، إحنا مجتمع سعودي رب الحبان كثير من النعم، هذه النعم هي مواردنا اللي نتكلم عنها، النعم اللي إحنا نتعامل معها قد تكون على المستوى الشخصي نعم حبان الله بها، على المستوى الشخصي هي العائلة اللي أنا موجودة بيها، نعمة الفكر والإدراك والتمتع بالصحة، وفي على المستوى البيئي اللي أن الموارد البيئية الموجودين فيها، وإحنا المملكة ربي أكرمها بكرم كبير بأننا كنا أكبر أبار البترول عندنا، وهذا مورد كبير استغليناه بقدر طاقتنا في أمور الإنماء والأمور الخيرية، ولكن ما زال علينا أنه نكون نجود في عملية استخدام مواردنا. وفي مورد اجتماعي، والموارد أنا دائما أقسمها إلى موارد محسوسة وموارد غير محسوسة. دائما الفتيات أتكلم معهم أنه أنت في الفتاة السعودية في المرحلة اللي احنا نتكلم سن الفتيات من نهايات منتصف 16 أو من 15 لين مرحلة منتصف 20، دائما موجودين في موارد هم لم يسعين إليها، موجودة هي بالصدفة، مو مشكلة أنه سعينا أو ما سعينا، بس المشكلة أنه نقدر نستفيد منها ولا لا. من الملاحظات اللي كانت شوية حدث في نفسي لما أشوف بالذات الفتيات في العمر اللي أشرت إليه عدم إحساسهم بدين الموارد أو عملية تدمير الموارد. يعني ممكن أستاذة إيمان يعني هي ما تعرف إنها موارد أصلاً؟ للأسف قد تكون ما تعرف إنها موارد لأنها فتحت عينها ولقتها موجودة. مثل إيش أستاذة إيمان؟ أنا الوقت يسابقني الحقيقة. مثل إيش هذه الموارد؟ من الأشياء اللي كانت لفت انتباهي وكنت أتحرك شخصياً وراها عملية الفتيات في هذا السن
استهلاك الماء، أبوات الموية استهلكوها بطريقة كانت فيها إسراف، يشربوا منها بس قطرات بسيطة ترمى الباقي، لا يعاد استخدامها، لا يعاد تدويرها، لكن ترمى. هذا كان ممكن. لا ممكن، ممكن يا أستاذ إيمان تفرش أسنانها تقعد نص ساعة والموية تهدر، ممكن مفتوحة. أي ممكن تغتسل نص ساعة ساعة يعني ممكن. أنا أتكلم عن هذا السلوك، لكن أنا ليه أشرت لموضوع الموية؟ لأنه هو سلوك جمعي يحدث أمام صحيح. الجميع. لا والكهرباء أيضا يعني ممكن تخلي المكيف شغال 24 ساعة. أنا كنت أتعمد مثلا أكون في مكان إني أدخل وهو مو دوري، لكن كنت أدخل أكسر كل المكيفات والأنوار وإحنا مخلصين. فلازم نتعلم إحنا. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لي ولو كنت على نهر جاري في الوضوء، فما بالنا إحنا في توافر الأمور نقوم بتدمير مواردنا اللي رب حبانا. طيب أستاذة إيمان، أستاذة إيمان لو سمحتي، الآن أنا أودي يعني هذه الموارد العامة اللي في البيت هي مهمة للجميع، ودائما انا اقول لاولادي ترى كل هذه الموارد التي بين ايدينا والتي ممكن ان اي واحد منا ممكن يهدرها، ترى هي ملك الجميع. يعني اي ريال رب البيت ممكن يوفره سيوفر لبقيه الاسره لزياده دخلها، ممكن للترفيه، ممكن للتعليم، ممكن يكون اكثر من هذا للمستقبل. يعني هذا الولد اذا كبر يبغى سياره، البنت هذه اذا كبرت تبغى تدخل دراسات عليا، تبغى. انا اقول مره اخرى هناك مورد خاص عند الفتاة، كيف تتعامل معه؟ مورد خاص من والدها، والدها يعطيها 100 200 300، لا ما يستطيع. يعني هي عندها مال كما نسميه مصروف الشهري، أو قد يكون عندها موارد أخرى وهي الدخل الخاص من أعمال تقوم بها، وهذا مر علينا في بوح البنات كثيرا. طيب خلينا نتكلم على موضوع الموارد الخاصة بالفتاة. أيوة. خلينا نتكلم بشق مهم جدا ولا يعو وما بيعنوا الفتيات، إنه هو مورد الوقت. الوقت ترى مورد، للأسف الفتيات في هذه المرحلة مش حاسين بقيمة هذا المورد، فبيتم عملية تدمير ممنهج للوقت اللي إحنا رب ادانا هو. هذا الجانب. الجانب الآخر الموارد المالية. فلنفرض إنه فتاة عندها موارد، نلاحظ إنه غالبية الفتيات في هذه المرحلة ما يكون عليها واجبات مادية تجاه الغير، فإذا موردها كامل حيكون صافي لها. أنا أعرف كيف تعمل الفتاة على الادخار والاستثمار؟ أنا علي ضغط من المخرج أن طيب. أنتقل الفقرة التي تليها. أهم شيء دائما في دراسة حديثة سواها مركز الأبحاث والدراسات في غرفة جدة، يقول كل ما ارتفع الادخار كل ما زاد الاستثمار، كل ما صلح الاقتصاد. لازم 25% من دخل أي إنسان لازم يوضع للإدخار. جميل. هذه قاعدة أساسية. يعني قل أو كثر، على الأقل طبعاً. قل يعني أو كثر. يعني يا أستاذ إيمان لو يقدر يخلي 50% ممكن طبعاً. أكيد ومفضل، لكن إحنا نتكلم إنه. الأقل. هي تبغى تعيش، تبغى تشتري الكفاف. جوال، تبغى تشتري شريحة، نبغى تعيش. صحيح. ما تعيش. لكن هذا ما يمنع 25% إنه للإدخار، وتقدر من بال 75% تعيش حياتها وتؤدي واجباتها، لو كانت مثلا تتصدق، لو كانت تبغى تدخر، تبغى تستثمر، هذا كله قابل للتنفيذ، ما يمنع. لأنه نص صعوبة إنه كل ما يصلنا نصرفه، هذا هدر وهدر نحاسب عليه ونشعر به في عندما تتقدم بنا السنين والأيام. أحسنتي يا أستاذة إيمان، وقت يعني ذهمنا. شكرا جزيلا أستاذة إيمان فلاتة، الخبيرة ومستشارة مشاريع صغيرة، وأنا أتمنى من إدارة هذا البرنامج أن تعيد مرة أخرى الاتصال بالأستاذة إيمان في حلقة قادمة لنستكمل معها خبرتها في هذا المجال. لكن ذكرتني بأن الشيخ سليمان راجحي يقول للطلاب لو أعطاك أبوك 3 ريال حق الفسحة خلي ريالين استثمار وريال أكل بأي شيء داخل المدرسة ورجع تغدى في البيت. طيب الآن ننتقل إلى فقرة البوح الصحي مع فريق فجر التطوعي. يا همسة في الروح يا بوح البنات. حافظي على صحتك وميزانيتك. تبتدئ الفتاة باشتراكات النوادي الصحية ومرورا بعيادات التغذية التخصصية وانتهاءا بعمليات التجميل باهظة الثمن. النتيجة صرف آلاف الريالات، الأثر التخلي عن أهدافهن المالية الأخرى. فما هي الحلول؟ أولا الحمية الغذائية البيتية، وليست من خلال شركات التغذية التي تقوم بتوصيل وجبات يومية وذلك في مقابل مادي ليس بالقليل. ثانيا عليك بالورقة والقلم، وذلك لتسجيل جميع ما تقومين باستهلاكه من الغذاء بصورة يومية.
قومي باستمرار بمراجعة ما تكتبين وستلاحظين رغبة جديدة ومتنامية في التقليل من الأكل. ثالثا، بعض الحقائق الخاصة بالسعرات الحرارية لن يضر. حاولي أن تقرأي مقدار السعرات الحرارية في كل وجبة قبل التهامها. رابعا، لا شيء أرخص من الماء وبالتالي لا يشكل عبئا على ميزانيتك. خامسا، النوادي الصحية بشرط. قبل التسجيل في أحد هذه النوادي تأكدي من أن اشتراكك مخفض، فالعروض في كل مكان وزمان، ولا تستعجلي بالاشتراك قبل أن تأخذي جولة سريعة على بعض الأندية. حاولي كذلك أن تستغلي الاشتراكات السنوية شريطة الالتزام بها، فستكون استثمارا يستحق السعي له. سادسا، في الحركة بركة. العبي مع أطفالك، قومي ببعض الأعمال المنزلية من وقت لآخر، ولا تكثري من الجلوس أمام التلفاز، فهي متاحة لك بلا ثمن. يا همسة في الروح يا بوح البنات. كل فترة تطلع موضة جديدة في إيصال المعلومة، لكن الحقيقة من أجمل الموضات اللي أنا أميل إليها شخصياً، وأصلاً ما تحتاج أني أنا أميل إليها شخصياً لأنها بالفعل حصلت على رضا كثير جداً من البشر، هي الجرافيك. الآن معنا الأستاذة نورة العيسى، هي مصممة ومنتجة للجرافيك. حياكم الله أستاذة نورة، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أول شيء عرفينا بالجرافيك. الجرافيك هي رموز شخصية نضعها في تصميم الفيديوهات لتقديم لتوضيح الشخصيات المبينة. يعني أحسنتي، يعني هي محاولة أو هي وسيلة من وسائل إيصال المعلومات بطريقة رموز أو شخصيات كرتونية. نعم. جميل. ما سبب اختيارك أنت لهذا المجال كمجال استثمار لموهبتك ووقتك؟ لأن أولاً أنا نشأت يتيمة الأبوين، لذلك الظروف اللي مريت فيها ألزمتني أن أبحث عن أهم مورد أمتلكه حيث أستطيع من خلال أني أكتسب الرزق. ومن أهم مورد بلا شك أن كل فتاة عندها مهارة تمتلكها إذا استطاعت أنها تثق بالله ثم بمواهبها الله، بتكون ذات أثر في هذا الكون. لذلك أنا وجدت أن أهم مورد متاح أمامي وامتلكه هي مهارة التصميم والجرافيك والتقنية، وبحمد الله مع التطور التقني الآن أصبح الكثير من الأفراد والمؤسسات يحتاجون إلينا، وهذا يدفعنا لبذل المزيد من الموهبة. كيف طورتي مستواك حتى وصلتي إلى رضا المستفيد وجعلتي مؤسسات تتصل بك لتستعين بخبرتك؟ ما هي مراحل؟ ملاحظات. أيوة. بعد ما حصلت على ملاحظات من حملتنا الأولى يد تحن وقلب يسعد، شجعتني أستاذة نسيم على أن أدخل دورات في الجرافيك والتحقت بها، وبحمد الله تدربت عليها واستخدمت تقريبا لمدة 5 أشهر، وهذا الشيء ساعدنا فريق فجر أنه يكون عندنا اكتفاء ذاتي نستغني عنه طلب التصاميم والجرافيك من برا الفريق. أحسنتي. في حالات ضرورية جدا. الله يبارك لك يا أستاذة نورة، ما شاء الله نموذج رائع جدا في محاولة أن يمكن يكون للإنسان أو يكون للفتاة مورد ويكون في نفس الوقت هذا المورد أيضا إضافة على الحياة من حولها. أستاذة نورة أخيرا، كيف تستطيع أي مؤسسة أن تصل أستاذة نورة العيسى لتستفيد من خبرتها؟ تصل من طريقة خلال الانستغرام، برامج التواصل لدي. باسمك نورة العيسى؟ نورة عيسى. نورة عيسى. نورة عيسى، شكرا جزيلا أستاذة نورة، والله يوفقك ويبارك لك. شكرا. الآن مع هذا الفيديو الذكاء المالي الذي عده لنا فريق فجر التطوعي. يا همسة في الروح يا بوح البنات. الذكاء المالي هو القدرة على حسن التعامل مع المال والموارد المتاحة وإدارتها بكفاءة لتحقيق الاكتفاء والاستقلال المالي. أول قوانين الذكاء المالي: أنفق أقل من دخلك واستثمر مدخراتك، اكتب خطة وموازنة مالية، توفير واستثمار 20% من أي إيراد وتحويل الادخار إلى سلوك تنظيمي للأسرة. لو تم الادخار بريال واحد يومياً في 20 سنة في استثمار فائدته 2% يساوي 1,000,000 ريال. ضع خطة لمضاعفة الدخل الشهري
خلال 3 سنوات، ضع خطة لمضاعفة الملكية خلال 5 سنوات. يفترض أن لا يتجاوز إيجار المنزل 30% من الدخل، ولو كان أعلى فأنت تعيش في مستوى أعلى من مستواك. تعامل مع الادخار على أنه باب من أبواب الصرف وملزم به، ولا يكون ادخاراً فقط بل استثماراً أيضاً. ضع ميزانية للصرف. عدم استخدام المال البلاستيكي لأنه يمنحك أموالاً لا تملكها، وعندما لا تسدد فالمشكلة أكبر. لابد من التعامل مع التخفيضات بحذر، لأنها تجعلك تشتري ما لا تحتاجه في فترة محددة قبل انتهاء الفرصة. عند الشراء والتسوق احمل معك ورقة، ولا تشتري بعد الراتب مباشرة، وستجد من يحاول إقناعك بالشراء عبر وسائل الإعلام. ثق بأن الناس من حولك لن يسددوا ديونك، وبالتالي لا تشتري أشياء لتثير إعجابهم فقط. فلا يكفي أن يحقق إنفاقك منفعة فحسب، بل لابد أن يحقق أعلى منفعة ممكنة وبأقل ما يمكن من خسارة في الموارد التي بين يديك. يا همسة في الروح يا بوح البنات. رائع جدا يا كفاف، أنا أتمنى أن هذا الفيديو ينشر على أوسع نطاق، ليس هو فقط عن الذكاء المالي، فيه ذكاء شديد حتى في دمج هذه المعلومات وفي إخراجها وفي دبلجتها وفي هذا الإخراج الذي بني على الجرافيك، وهذه أيضا مثال على ما ذكرنا قبل قليل مع الأستاذ نور العيسى قبل قليل. استشارة على الهواء تقول: كيف يمكن للادخار والاستثمار لذوات الدخل المحدود الذي لا يتجاوز 1000 ريال؟ 1000 ريال يقدر الواحد يسوي بها أشياء كثيرة. دعونا أقول لكم باختصار شديد، الدكتور علي الفوزان وهو متخصص في الاستدامة المالية، كنت معه قريبا في البحرين في برنامج عالمي اسمه الاستدامة المالية في 3 أيام، هو كان أحد المتحدثين. يقول أنه في رمضان الفائت هذا أخذ 1000 ريال وأعطاه جهة أظن خيرية أو فريق تطوعي، شباب، مجموعة شباب، وقال لهم نعطيكم 1000 ريال فقط ونريدكم أن تردوه علينا مرة أخرى. الشباب أخذوا 1000 ريال، شروا سيارات صغيرة، سيارة الواحدة 90 ريال يمكن أعطوهم إياه يعني بسعر مخفض التي حق الأطفال هذه، وذهبوا إلى أحد الأسواق، استأذنوا يكون لهم جزء من السوق، وأجروا هذه السيارات الساعة ب35 ريال ونصف ساعة ب25 ريال. بعد يومين رجعوا 1000 ريال للدكتور علي الفوزان، قالوا له شكرا. قالوا كيف؟ قال 1000 ريال عندنا الآن، نحن كل يوم ندخل من 1500 ريال كل يوم، يعني صار 15,000 في نهاية الشهر. أقول هذا 1000 ريال، أنت عاد ذكية والمرأة قادرة والفتاة قادرة على أمور أدق من هذا، والفرص أمامها كثيرة جدا، المهم أن نبدأ، فقط أن نبدأ، وإن شاء الله يبارك الله في 1000 هذه الصغيرة. الآن مرة أخرى مع فيديو آخر لفجر التطوعي أو هذا الفاصل ونواصل إن شاء الله. يا همسة في الروح يا بوح البنات، يا همسة في الروح يا بوح البنات. فريق فجر التطوعي فكرة كانت كالبذرة نمت وأزهرت بمجموعة فتيات تجاوزن مرحلة الحقوق والواجبات، فانغمسن بأعمال الإحسان والإتقان حيث تغمرهن روح المجانية والعطاء غير المشروط. يعمل الفريق في حدود أنظمة المؤسسة وينطلق للمجتمع من خلالها بإشراف ورعاية من مكتب الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة العيس، والذي تأسس عام 1419 للهجرة. فقد بدأ صغير في شكله، يسير في عمله، قليل من يعرفه، وبرغم المشقة بدأ المكتب يحث خطاه نحو الأمام، وبحسب همم القائمين عليه كان تقدمه. من هنا كان تضافر الجهود ليعلن الانطلاق لفريق فجر التطوعي ويبدأ المسير، وذلك في شهر محرم لعام 1430 برسالة متمثلة فيه.
كثر الراغبات بالانضمام إلى الفريق، وكثرت اللقاءات، إلى أن تكون الفريق من 60 عضوة في محافظة العيس وقراها، والتي تبلغ 54 قرية. يسعى الفريق لأهداف عدة. ختاماً، فإن الفريق يحرص على مواكبة التطور والتقدم في تحقيق أهداف وغايات سامية في بناء الإنسان وغرس القيم الأصيلة في المجتمع. وأقبل فريق فجر بكل عزم ليعمر الحياة بالأمل. إسلام فينا كي نرى حقا مبين تحت عونك يا إلهي يستظل السائلين، فاسقي هذا الفجر غيثا كي يغيث المسلمين. فجر أضل على الحياة ليخبر الكون الحزين أن السعادة في جيوبه نحو درب الحائرين. فلذا تعالوا واستريحوا من تباريح السنين، ودعوا لنا حملا ثقيلا نحن دوما حاضرين. إسلام فينا كي نرى حقا مبين تحت عونك يا إلهي يستظل السائلين. يا همسة في الروح يا بوح البنات. فمن تطوع خيرا فهو خير له. نحن أمة التطوع، ورائع جدا هذه المجانية في العطاء. ليس كل شيء بالمال، بل إن الإنسان ليستمتع بالعمل أكثر حينما يقدمه دون أن يكون له مقابل من المال. ولا بأس أن يأخذ الإنسان المال، ولا بأس أن يكون أيضا ثريا. فشخصية هذا العدد تقول لنا إن المال إذا زاد في يدك وأنت تحمل قلبا مؤمنا صالحا، فإن الفرص ستكون أكثر أن تتقرب به إلى الله عز وجل. ذهب أصحاب الدثور بالأجور، وأصحاب الدثور هم أصحاب الأموال، والعشر المبشرون بالجنة أكثرهم من أصحاب الأموال والتجار. إذن لا بأس بالمال، لكن ينبغي أن يكون المال في يد صالحة. أستاذة نسيم ستريسري، محاضرة بجامعة طيبة ومشرفة على هذا الفريق الرائع. السلام عليكم أستاذة نسيم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله، وأنا أشكر لكم هذا العطاء، وأسأل الله عز وجل أن يبارك فيه وأن يتقبله منكم. أكيد كلنا في شوق أن نستمع إلى مزيد من التعرف على هذا العطاء، وإن كان الفيلم قد قدم شيئا من ذلك أو لمحات سريعة. وقبل هذا كله دعيني أبدي إعجابي الشديد حينما تحدثت الأستاذة نورة عيسى وقالت إن هناك توجيها من الفريق لها أن تتعلم الجرافيك لتسد به حاجة الفريق، وأن يكون هناك استغناء ذاتي. إذا كان هذا الكلام لا يعني الجرافيك وحده، وإنما هو سياسة يقوم عليها الفريق، فأنا أتوقع أن هذا الفريق سوف يتحول إلى جمعية، وهذه الجمعية ستصبح من أفضل الجمعيات بإذن الله. تفضل يا أستاذ نسيم. إن شاء الله من فضله. فكرة محمد كفاف، عندما تم اختيار موضوع إنفاق الفتيات وجدنا أن الرابط بين الإنفاق والفقر قوي، فمعلوم أن طبيعة الإنفاق تركب عليها معرفة تقييم الوضع المادي سواء كان الفرد أو الأسرة. لذلك هذا استلزم منا أن تكون الحملة الثانية امتداد لما تم في الحملة الأولى، يد الكحل وقلب اليسار، حيث كنا قد توقفنا عن الهدف الثالث من أهدافها اللي هو تدريب التأهيل، ونحتاج أن نكمل الهدف الرابع وهو احتضان السريعة في الشيء المستهدفة حتى يكون لها دخل ثابت تستفيد من لنفسها وأسرتها، فضلا عن تحقيق الحياة الكريمة لها. طبعا هذا لا يتم إلا بترشيد الإنفاق ورفع كفاءته والحد من الهدر والاستفادة من جميع الموارد المتاحة للأنفاق من خلالها. جميل، وإن شاء الله يكون بس كما تقول الأستاذة إيمان. أستاذ نسيم، أقول كما قالت الأستاذة إيمان قبل قليل وهي خبيرة، أن الموارد ليست موارد مالية فقط. أنا أشوف من أكبر الهدر في حياة الفتيات هو هدر الوقت، الوقت الذي به يمكن أن تكسب الفتاة علم وثقافة ومال كذلك وعلاقات حسنة إلى آخره. جميل، تفضل أستاذ نسيم. صحيح، هذه الثقافة رأيناها للأسف واضحة جدا في المجتمع الغربي، ليس لأنها نابعة من قيم دينية بقدر ما هي ثقافة حضارية تربون عليها منذ الصغر، تتمثل أنه الجميع يحافظ على كافة الموارد المتاحة لديهم سواء كانت معنوية كالوقت والفكر والجسد أو حسية كالمال والطاقة والغذاء والمياه، فهم يصرفون بمقدار الحاجة من غير زيادة أو نقصان. هذا ما أردنا إيصاله في حملتنا. جميل، فكرة جميلة. أستاذ نسيم، لو ركزتي الآن على الحملات التي قمتم بها والنشاط الذي قدمتموه.
الحملة كانت مدتها 12 يوم، تتضمن ملتقيين. الملتقى الأول برعاية جمعية مستودع مدينة منورة الخيري، احتوى على 6 دورات تدريبية مجموعها 40 ساعة تدريبية يوميا من الساعة 4:30 إلى 11:30 تقريبا 8 ساعات يوميا. كذلك 10 ورش عمل بمجموع 20 ساعة تدريبية، أيضا 10 حلقات نقاشية حوارية في جلسة البنات، وهذه كانت أهم فعالية استطعنا من خلالها معرفة أفكار وتوجهات فتيات المحافظة. الملتقى الثاني كانت مدة يومين برعاية مكتب الإشراف النسائي لمدارس حفظ القرآن، تضمن محاضرتين عامة حتى نستطيع نشر هذه الثقافة كذلك للأمهات ولا نقتصر على الفتيات. أيضا تضمن مسابقة الكتاب جلسة قراءة جماعية للكتاب، وكان فيها معرفة طريقة الادخار والاستثمار لمعلمات تحفيظ القرآن التي يمكن أو يملكن أقل دخل على مستوى السعودية 700 ريال، ومع ذلك لديهم رغبة عالية بتطبيق استراتيجية الادخار والاستثمار بعد هذه الحملة. أحسنتي. طيب كم العدد تقريبا الذي حضر هذه الملتقيات على الأرض، وهل هناك أيضا من حضر على العالم الافتراضي؟ نعم كثير. العدد الزائرات أو التردد اليومي تقريبا من 150 إلى 200، يعني تقريبا مجموعة 2400 مستفيدة، لكن تم تركيز على 47 فتاة تم التركيز عليهم طوال فترة الحملة، وذلك كان لسبب وهو من أجل أولوية ترشيحهم في الوظائف المتاحة لدى الجهات الخيرية في المحافظة. وبالفعل بعد نهاية الحملة تم ترشيح 5 موظفات للقسم النسائي الجديد التابع لجمعية مستودع المدينة المنورة الخيري، لأنهم شاركوا في المهارات التي تم تدريبهم عليها خلال الحملة من خلال كتابة السيرة الذاتية، اجتياز المقابلة الشخصية، طريقة التسويق، خدمة العملاء وغيرها من المهارات اللي استطاعوا إثبات كفاءتهم ودفعيتهم للعمل. أما المستفيدات على وسائل التواصل، زادت نسبة المتابعين كثير، كذلك المشاهدات على اليوتيوب. وأيضا نقطة مهمة وهي عدد المستفيدات من فتيات الأسر ذوات الدخل المحدود، بما أن الحملة امتداد للحملة الأولى، فتم تبني كفاف لتسع متاجر نسائية الفتيات ذوات أسرهم ذوات دخل محدود وإحداهن كفيفة، وتم تزويدهم بمتاحة مجانية في مدارس تاج الكرامة لمدة 6 شهور إلى أن تستطيع أن تقف بنفسها في المشروع، ثم تقدم ما تستطيع للمدرسة مقابل حجزها للمتاحة. جميل جدا. طيب كيف المجتمع وخليني أقول أصداء هذه البرامج على من حولكم، سواء كان الجهات الخيرية أو المجتمع بشكل عام في العيس؟ تذكرتم أنكم تخدمون حوالي 45 قرية. بالضبط، هذه القرى فيها دور تحفيظ يستطيعون من خلالها أنهم يستثمروا فيها لإقالها متاحة لهم حاليا بالمجان إلى أن تنتشر هذه الثقافة، لأن ثقافة البيع والشراء في بعض الشخصيات لديهم عيب، لكن بحمد الله بعد الحملة كثير من الفتيات انتقلوا من حالة الفراغ والعطالة إلى التفكير بفرص، إيش الفرص المتاحة قدامهم للاستثمار. أيضا تم بحمد الله مراسلتنا من مكتب الدعوة بالمدينة لتطبيق هذه الحملة في أحد المجمعات، كذلك من الطائف والجوف تم طلب الحملة لإقامتها لديهم. ما شاء الله، جميل. يعني أنكم الآن تقومون بتكرار واستنساخ هذه التجربة في أماكن أخرى إن شاء الله. هل استفدتم من مشروع جنى الذي أيضا أقامته مؤسسة سليمان بن عيد العزيز الراشد الخيرية؟ هو في ينبع وطلبنا أن يكون لديهم ركن خاص، لكن ذكروا لنا أنه العيس لا تتبع لينبع، فالفرصة لم تكن متاحة أمامنا لاستضافتهم. أيوة، لكن إن شاء الله بإذن الله بعد الحلقة نحاول إن شاء الله أن نوصل بين هذه المؤسسة الرائدة أيضا في بلادنا وأيضا وهذا العمل الرائد الرائع الذي تقومون به بإذن الله عز وجل. ما هي مشروعات الفريق إن شاء الله في المستقبل؟ هل هناك شيء الآن الدراسة مقبلة، فهل هناك برامج أيضا ستقومون بها إن شاء الله؟ ربما نكمل الحملة في المدارس في نشر ثقافة الوعي المالي والادخار والموازنة في الصرف. إحدى النقاط المهمة أود أن أذكرها وهي أن الجهات الخيرية تنفق كثير على الصيانة والنظافة، لكن مع كفاف بحمد الله ستقل هذه النفقات لوعي أفرادها بهذه المسؤولية، لأن ربما أكثر إيجابية لمسناها في مدارس التحفيظ الآن اهتمام كل فرد بإغلاق الإضاءات عند الخروج، ترك المكان بأفضل وأنظف صورة حفاظا على الممتلكات.
أحسنتي، وهذا حقيقة أمر مهم جدا، تنتشر ثقافة كفاف هذه أيضا في الجهات الخيرية، حيث إن هناك في الوضع الحالي الذي نحن فيه انخفاض طبعا في الدخول لجميع هذه الجمعيات كما علمت من كثير منها على الأقل، وتحتاج فعلا إلى سياسة الاقتصاد والتقليل من المصروفات أو الهدر المالي الذي قد يكون كان في فترة سابقة يمكن سده، أما الآن فسيؤثر حتى في مشروعاتها. الأستاذ نسيم السريسري المحاضرة بجامعة طيبة ومشرفة الفريق فريق فجرة التطوعي في العيس، أنا أهنيكم الحقيقة على هذا الأداء الرائع، حلقة كانت متميزة جدا بعطائكن وبهذه المشاركات المتميزة سواء من السيدات أو من هذه الأفلام الرائعة، شكرا جزيلا لك. هنا نضع نقطة ونعود بإذن الله عز وجل بعد أن ينتهي موسم الحج بإذن الله سبحانه وتعالى مع مجموعة من الفرق التطوعية الأخرى، ويتخذوا هذا المضمار المبارك في مسابقة برنامج بوح البنات الكبرى، والتي تقوم مؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية بتمويلها، ثم شكرا أيضا لمؤسسة سالم بن محفوظ الخيرية أيضا على وقفتها مع هذا البرنامج لعدة سنوات. شكرا جزيلا لكم على استماعكم ومشاهدتكم ومتابعتكم سواء على الهواء هنا أو على وسائل التواصل المختلفة لبرنامج بوح البنات. شكرا لفريق البرنامج أيضا، وشكرا للجميع، شكرا لله سبحانه وتعالى أولا وآخرا، وشكرا للإخوة هنا في الكنترول وفي قناة المجد الفضائية العامة، ولجميع الطاقم الرائع الذي يحرص حرصا شديدا على إبراز هذا البرنامج في أجمل ثوب. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عيني تبوح بموكب من أمنيات، ورؤاي تسكب في يدي وهج الحياة. يا رب أنت وهبتني حلو الهبات، ساحوك آمالي ذرا بيد وذات. يا همسة في الروح يا بوحا.